هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. الحمد لله قدمنا مقابلة كبيرة ضد فريق قوي، فريق الرجاء البيضاوي. قدمنا مقابلة كبيرة، نقطة كتبقى إيجابية لنا. ظروف المقابلة، مقابلة كانت صعبة، الحمد لله لاعبين قدموا كل شيء. كنتمنى الشفاء العاجل لخويا مروان. الحمد لله نقطة كما قلت لك كتبقى إيجابية. الحمد لله عندنا فريق شاب، فريق اللي غيكون ينافس بقوة إن شاء الله هذا الموسم، وإن شاء الله نقول الكلمة ديالنا في بطولة الموسم إن شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.